فضيلة الشيخ عطية صقر، وكيف أكون واصلا لرحمي وما عقاب العاق والقاطع للرحم؟ مما يتصل بالأسرة صلة الرحم، والرحم هم أقارب الأب والأم، وهم درجات في القرب والبعد. صلة الرحم تكون بعدم قطعهم وهجرانهم، وأدنى ما تكون به الصلة الإنفاق عليهم عند الحاجة، فإن لم يحتاجوا فأقل ما يجب هو عدم إيذائهم، وما كان فوق ذلك فله ثوابه. وأكبر ما تكون صلة الرحم منزلة إذا كان الرحم قاطعين للإنسان. وقد شكى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن له قرابة يصلهم ويقطعونه، ويحسن إليهم ويسيئون إليه، ويحلم عليهم ويجهلون عليه، فلم يأمره بمعاملتهم بالمثل، ولكن شجعه وبين أن عذابهم شديد عند الله، وأن الله معه بالعون والمساعدة. وفي الحديث صل من قطعك وأعط من حرمك. وفي الحديث أيضا ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والتحذير شديد من قطع الرحم، والحديث معروف في أن الرحم تعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال رب العزة أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فحذاري حذاري من قطيعة الرحم، والله أعلم.